النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله بأنه يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. شوف نملة وسوداء وعلى صخرة سوداء وملساء تمشي في ظلمة الليل، الله يشوفها ويسمع صوتها ويعرف الله عز وجل هذه النملة ايش قاعدة تسوي. لازم نصحى، لازم نعرف من هو الله. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض. يجي بعض الشباب الآن ويدخل الغرفة ويقفل الباب. يقفل الباب ليه؟ عشان أمه ما تدخل، عشان أبوه ما يدخل، عشان أخوه ما يدخل. هو جالس على اللابتوب وقاعد يفتح مقاطع ما ترضي الله، يحارب الله، يبارز الله، يعصي الله. لازم نراقب الله. شوف يا شيخ، قفل على نفسه، قفل على نفسه الباب وجلس على الكرسي وبدأ يطقطق على اللابتوب على الكمبيوتر وشوف مقاطع وشوف صور. قفل الباب عشان مين؟ عشان الناس ما يشوفوه. ونسي هذا المسكين بأن الله يشوفه. جعل الله ولا الناظرين إليه، جعل آخر هم الله، جعل آخر هم رضا الله، ودخل على هذا اللابتوب يحارب الله ويبارز الله. والله والله الرحيم الله العظيم يدخله من تحت الباب أكسجين عشان ما يموت على معصية. يا الله يا الله، ايش الرحمة هذه، ايش الجود، يدخله أكسجين لأنه لو جلس 7 دقائق بدون أكسجين يموت. ويموت على ايش؟ يموت على مقاطع، يموت على أفلام، يموت على أغاني. والله ما يبغانا يموت على هذه الأمور. الله يبغاك تموت ساجد، الله يبغاك تموت وانت بإحرام ماخذ عمره وانت تقرأ القرآن، الله يبغاك تموت وانت حافظ قرآن. لازم نصحى. هذول بالله يا شيخ منصور، هذول اللي يدخل غرف ويقفل على نفسه، ولا هذا اللي يعظم الناس ويحط يملي جواله مقاطع وروابط ثم يجي يحط للجوال ايش؟ يحط له ايش؟ رقم سري. عشان مين؟ عشان مين؟ عشان الناس ما يشوفونه. طيب والله يشوفك مو مهم، مو مهم الله، اهم شيء امي، اهم شيء ابويا، عشان اهم شيء اخويا، اهم شيء الناس ما تعرف البلاوي اللي عندي. الله مو مهم. بفعله هذا لما يحط رقم سري عشان الناس، اخر هم رب الناس. هذول الله عز وجل قال عنهم في القرآن الكريم، واسمعوا ماذا قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يستخفون من الناس، يقفل الباب زي ما ذكر الشيخ نايف، الله عز وجل يدخل له الهوى من تحت عشان يحيا عشان يعيش. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.